تفاصيلها مهمة جدا وممتعة. على بركة الله. بارك الله في وجودكم يا رب. اليوم الأربعاء 11/8 الساعة تقريبا 12:39. بنجرب احنا وياكم تجربة إن شاء الله ما تتجاوز 7 دقائق ونبدأ خطواتها على بركة الله. يا هلا ومرحبا، أهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا، حياة الله، تفضل عندنا موعد اليوم. إي نعم سمي تفضل. ما شاء الله تبارك الله. تفضل. زين تفضل. كريم. عبد الرحمن الطيري. هل سبق لك الإصابة بكورونا قبل؟ لا. هذه الجرعة الأولى أو الثانية؟ الجرعة الأولى. هل تعرضت لحساسية أو شيء؟ نهائي. هذا يسيل الدم. عندك ارتفاع من درجه الحراره؟ تمام. الحاله الصحيه تستدعي الفحص. خلصتي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. خذ خطوه، كل شيء متيسر والدوله ما قصرت، فقط انت خذ خطوه. هذا اللقاح النهائي. هذا اللقاح انتهى. ما شاء الله. خطوات من يوم تبدا ما تاخذ 4 دقائق، واللقاح بنفسه اقل من ثواني. ما شاء الله تبارك الرحمن. 12:45 انا قلت 7 دقائق صارت اقل. خلصنا التطعيم، الحين نروح نسجل. يسجلون لك الشباب البيانات، تستفيد منه، تحمي نفسك، تحمي اهلك. انتهينا. بكل حب بكل احترام الدوله تقول لك ما قصرنا معك لاجلي ولاجل اهلك ولاجل صحتك، فقط خذ خطوه. السلام عليكم.